السلام عليكم ورحمه الله قال الحق جل وعلا في القران الكريم في سوره يونس عليه السلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين صدق الله العظيم المولى عز وجل في هذه الايه القرانيه الشريفه كما قال الامام الرازي وصف القران باربع صفات القران موعظه من عند الله تبارك وتعالى اي نصيحه والقران شفاء لما في الصدور اللي هي القلوب والقران هدى اي هدايه للناس والقران رحمه للمؤمنين وما أبلغ الاستنتاج اللي استنتجه الإمام الرازي في تفسير الآية عندما قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كالطبيب الحاذق أي الطبيب الماهر وهذا القرآن عبارة عن مجموع أدويته التي بتركيبتها تعالج القلوب المريضة ويقول القائل كيفاش يحصل التداوي بالقرآن؟ قال الإمام الرازي الشفاء وهو أن يسقيه أي القلب أدوية تزيل عن باطنه تلك الأخلاط الفاسدة الموجبة للمرض وأمراض القلوب كثيرة وهي خطيرة وأخطر من أمراض الأجسام لأنها تهز للمهالك في الدنيا وفي الآخرة ومنها الكفر بالله والعياذ بالله والنفاق والغل والحسد والرياء وهات من هاك اللاوي والحمد لله اللي الدوام تاعها موجود وهو الشرب من القرآن بتدبر حكمه والانتفاع بأسراره وقتها سيد آدم يقضي على الأخلاق الفاسدة فإذا زالت حصل الشفاء للقلب وكما قال الإمام الرازي وصار جوهر الروح مطهرا مطهرا عن جميع النقوش المانعة عن مطالعة عالم الملكوت وحديث نقياس ورب يجعلنا وإياكم من خيار الناس يحكيه على راجل ومرأة متعاشرين عشرة قديمة وهي كلمة يقولوها إذا تلقى زوز متعاشرين ولا بد يكون الدرك على واحد كانك من امرأة عرض نظيف وأصل شريف وكانك من راجل والعياذ بالله طبيعة مشومة وقلب أكحل حموم وكل علة زارت لله البغض والحقد والحسد والتنفيق وغاطس في المبقات للعنكوش ولا منهارات من نهارات شد مصحف في يديه والا قرا ايه من القران المراه مسكينه فدت وقلقت وحارت وحارت ليلها علاش مثمى راجل صالح وعالم في علم الظاهر والباطن اللحيه بيضه والوجه يخفق بالنور بسم الله الرحمن الرحيم سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وعايش في زاوية يدرس في العلوم الشرعية والتصوف، أعرضها نهار من نهارات ثنية، كبت عليه وقالت له: جيتك بجناب الله يا سيدي الشيخ، تلقى ليش دواء لهاكا المسود راجلي، قال لها: الدواء موجود، قالت له: دلني عليه. الله يدلك لطريق الجنة، جاوبها بكلمتين راجلك يلزمو يشرب من القرآن الكريم وتم ماشي. المرأة مسكينة جاهلة ما تعرفش الأليفة راقدة ولا واقفة. إيش باش تعمل إيش باش تعمل؟ ولدها في الصباح جا ماشي للكتاب مدت له كيما نقولوا إحنا شربية فخار وقالت له عبي هالي بالماء متاع المحايا المحايا هذه محبس محبس فخار معبي بالماء موجود في الكتاب يمحيو فيه تلام ذا اللوحة المكتوبة بالسمغ بعد ما يحفظوا نصيب القرآن المكتوب فيها جبلها طفل الشربية معبية بالماء متاع المحايا اش عملت المرأة ولات تتخلط في هكا الماء نتاع المحايا بالبسيسه ومشى في بالها اللي راجلها قاعد يشرب من القران يشرب من ماء خلط بالبسيسه من المحايا الجمعه الاولى والثانيه والثالثه والنفع ربي الراجل زاد في التنبلة وولى من شوم الطبيعه يعفس في حلاب يقعوا يقعروا مشيت لمراه للرجل الصالح احكيت له الحكايه قال لها لا راهو اللي عملته كل غلطه مش صحيح قال ادعي لراجلك بالهدايه ثماشي ما ي... ما ربي يفتح له على بصيرته واصبر راهو الصبر ينال من طول الحكايه وهي قصيره انهار من راجلها مروح للدار في غرغول القايله داره مازالت بعيده وريقه نشف الصابون ولعبت عليه الدوخه وما قدامه كان الزاويه نتاع الشيخ. ادخل يلقاه يقري في علم التفسير ويشرح في قوله تبارك وتعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور. صدق الله العظيم. اشرب شرب ماء من البير ومسوا تفسير الرجل الصالح للايه في قلبه. قدم مع جماعة في الحلقة وافتح له ربي على قلبه وافتح له زاد على بصيرته وبدا ينتفع بأسرار القرآن واللي خالط المسعدين يسعد وبعد بمدة أعطاه دواء مفعوله باش بالمجاهدة ومحاربة أهواء النفس وأمراض القلوب وولى السيد بشوية بشوية من أهل الصفاء والنقاء وسبحان من هز عبد وحط عبد وانك لن تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وصدق رب العزه حين قال بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم